أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 5 أشخاص على صلة بتنظيم القاعدة، وفي بيان للخزانة الأمريكية أكدت أن 3 من ضمن المعاقبين هم مواطنون أتراك وهم نشطاء في القاعدة. أعلنها بشكل واضح بأنني سأغيب عن كافة مواقع التواصل الاجتماعي، ليس برغبة مني ولكنها لظروف لم تعد خافية على أحد. النهاردة بمبدأ الشفافية بعلن لحضرتك أنه لأول مرة يطلب منا رسميا هذا اليوم إيقاف البرنامج تماما على كل الأصعدة تلفزيونيا أو من خلال السوشيال ميديا.